في مستشفى، وأعذره أنه مخلص لبيئته ولوضعه ولعالمه في القاهرة. أستاذ ثروت، أنا حكاية الطبقات دي يا أستاذ فاروق ما كناش نعرفها. ليس بمعنى الطبقة ولكن بمعنى البيئة. من حول إحنا أصلا فلاحين، وكل بشوات مصر ما عدا الأمراء أصلهم فلاحين. ولذلك لما بقول طبقة البشوات بضحك. طبقة البشوات إيه؟ هو طه حسين اللي كان أبوه في بأزمة الكيلو ده طبقة؟ ما هو باشا. وهيك الباشا باشا، وأحمد عبد الغفار فلاح باشا، وإحنا فلاحين يا بظية. فلاحين يعني بمعنى أن منا شاعر. أحب أقول أبيات، وأنت راجل شاعر وتقدر. بعد يطلب من أبويا المعير وهو لم يختلف إلى مدرستي في حياته، وأباظ اسمه توفيق عوض يا أباظ، بعد يقول له قل للوزير الألمعي مقالة مشبوبة كذكائي متوقدي، الفأس قد أكلت يدي وأنا امرؤ للطرس لا للفأس قد خلقت يدي. فإحنا أمنا الفلاحين اللي بيأس يفلحوا الأرض بالفؤوس.